استهداف جديد يطال شركة أمريكية ومعهدا بريطانيا في بغداد، والأعلام الأمنية توعد بملاحقة الفاعلين. مسؤول برزاني يصل بغداد لاستكمال المباحثات، ومالية البرلمان ترهن صرف رواتب الإقليم بالتوطين. إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، والتحقيقات تنفي تخريب مروحية رئيسي قبل تحطمها. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار. حيث تعرض فرع شركة كاتربيلر الأمريكية ومعهد كامبريدج البريطاني في بغداد لهجومين منفصلين، واستهدف فرع شركة كاتربيلر في منطقة الجدرية بعبوة صوتية، فيما أقدم مسلحون على استهداف معهد كامبريدج في شارع فلسطين بعبوة محلية الصنع. وعلى خلفية تلك الهجمات انتشرت القوات الأمنية في المناطق القريبة من الحادث، فيما فتحت تحقيقا مفصلا. من جهتها عدت خلية الإعلام الأمني أن هكذا أفعال تحاول يائسة أن تسيء إلى سمعة العراق والتوجه الملموس للأعمار وخدمة المواطنين. الخلية في بيان شددت على أن القطاعات الأمنية بمختلف عناوينها وأجهزتها الاستخبارية ستلاحق وستصل إلى كل من يعبث بالأمن والسلم المجتمعي ويتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة، مشيرة إلى أن الهجوم على شركة كاتربيلر ومعهد كامبريدج لم يخلف أضرارا بشرية أو مادية. وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني إلى بغداد لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني وعدد من كبار المسؤولين. وذكر بيان لحكومة الإقليم أن الزيارة ستبحث التأكيد على حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل وملف تأمين رواتب مواطني كردستان وضمان حقوقهم المالية، إضافة لبحث تعزيز التعاون والتصديق المشترك بين الحكومتين. هذا ودعت حكومة إقليم كردستان للتنسيق مع بغداد بشأن رواتب موظفيها. وخلال جلسة مجلس وزراء الإقليم شدد رئيس المجلس مسرور برزاني على ضرورة استمرار الوزارات كافة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية لضمان صرف رواتب الإقليم. كما عبر برزاني عن الرفض لما أسماه طرد المواطنين الكرد من أرضهم. هذا واتفقت مالية البرلمان مع وزيري التخطيط والمالية الاتحادية على توطين رواتب موظفي الإقليم وعدم منح المبالغ المخصصة في قانون الموازنة دونه.
عضو اللجنة مصطفى الجرعاوي قال أن موازنة 2023 ألزمت الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وتوطين رواتب كشروط لإرسال الأموال إليه من قبل بغداد، مطالبا حكومة كردستان بالإسراع في إنهاء هذا الملف وتسوية الخلافات المالية مع المركز. كشفت اللجنة المالية النيابية عن اتفاق القوى السياسية على عدم تغيير جداول الموازنة. عضو اللجنة معين الكاظمي أكد الاتفاق على إقرار الجداول دون أي تغيير أو مناقلة مع ضمان حصة المحافظات البالغة 3 تريليونات دينار من عام 2024 و7 تريليونات من العام الماضي محفوظة للتدوير، فضلا عن 6 تريليونات موجودة لدى المحافظين من موازنة الدعم الطارئ. إلى ما بعد نهاية الفصل التشريعي تدور الترجيحات في أروقة البرلمان حول تأجيل الموازنة المالية، الأسباب التي استندت عليها القوى السياسية في هذا الملف وتحذيرات خبراء الاقتصاد رصدها فقار فاضل في هذا التقرير. ترجيحات قوية داخل أروقة البرلمان لتأجيل المصادقة على جداول الموازنة المالية لعام 2024 إلى ما بعد نهاية الفصل التشريعي الذي عمدت رئاسة المجلس إلى تمديده 30 يوما، غير أن الخلافات الحادة التي تدور بين القوى السياسية بشأن تخصيصات المحافظات وذهاب قرابة 70 نائبا إلى السعودية لتأدية مناسك الحج قد يكونان عائقا أمام إقرارها بحسب نواب. مع وجود ضرورة لإنجاز مشاريع استثمارية مهمة، فهذا الموضوع قيد المناقشة والتقييم ستجري خلال العشرة أيام القادمة للخروج بتصورات مشتركة لدى اللجنة المالية تقدمها إلى مجلس النواب، مع الأخذ بنظر الاعتبار واحتمال سفر عدد لا يستهان به من أعضاء المجلس سيعطل التصويت على الموازنة إذا لم يتم إكمال جداولها بشكل مبكر. التأخير أو التعطيل الذي يرافق سريان قانون الموازنة قد يلقي بظلاله السلبية على تنمية المشاريع الخدمية، لا سيما أن اقتصاديين دقوا جرس إنذار من غياب الجدية في عزل المؤثرات السياسية عن مشروع الموازنة. أولا تم تأخير الجداول فترة طويلة وسبب أضرار على الاقتصاد وشلل في النشاط الاقتصادي، بالأخص المشروعات التي تعتمد على الموازنة، لذلك أنا أعتقد هنالك تقصير واضح. وفي حال بقيت إجراءات الموازنة تسير عرجاء فتأخيرها يكون أكثر من ذلك، فقد يعيد تجربة السنوات السابقة في هدر موازنات ضخمة من دون جدوى اقتصادية للبلاد، يقول مراقبون. من بغداد فقار فاضل، الرابعة. يدخل مشروع الأتمتة الإلكترونية مفاصل الحكومة واحدة تلو الأخرى ضمن مشروع القضاء على حالات الفساد والحد من البيروقراطية بدوائر الدولة. المدد الزمنية الموضوعة للعمل الإلكتروني بجميع المؤسسات وما يتطلبه هذا النظام تقصه أحمد ليث في هذا التقرير. بمشروع تطبيق الأتمتة الإلكترونية تمضي الحكومة الآن بعد أن تبنته في منهاجها الوزاري ضمن خطتها الاقتصادية الإصلاحية. التقدم في هذا المشروع قد تم في مفاصل حكومية متعددة مع سعي لإتمامه بشكل كامل في المدة الزمنية الموضوعة. الحكومة جدا جادة بتطبيق الأتمتة، والأتمتة نجحت بالعراق، يعني حققت جزء من مفاصل كانت معطلة تماما يعني، والآن الدولة مستمرة، ومو بس على الدولة يعني، الحقيقة المواطن ارتاح للعملية يعني. إذا الدولة بقت مستمرة بجديتها وبكل مفاصلها راح تكون الأتمتة هي المبدأ اللي الحقيقة الاقتصادي الناجح اللي تمشي عليه الدولة. القضاء على حالات الفساد والابتزاز وتوفير التسهيلات في التعاملات المالية والإدارية، أمور كلها تتحقق بإتمام العمل بالنظام الإلكتروني الذي سيحل محل التعامل الورقي البيروقراطي في جميع القطاعات، يقول اقتصاديون. مسارات التطور دائما الفوائد مالتها تقلل التعقيدات، فالتحول الرقمي بيه فوائد كثيرة. أولا
سهولة التعامل والإجراءات تكون مبسطة. يعني هسه الحوكمة الإلكترونية اختصرت هواي مسائل بهذا الجانب. يعني أولا تقضي قلنا على الروتين، تقلل الجهد، تقضي على الفساد والرشوة. مواكبة التطور العالمي في التعامل الرقمي بالمجالات الرسمية والخاصة هو ما تطمح إليه الحكومة الحالية بعد تركيزها على توفير كل الأدوات التي يحتاجها مشروعها الإلكتروني الذي دخل العمل به حيز التنفيذ كخطوة أولى منذ عدة أشهر. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. وإلى تطورات الأزمة في كركوك، كشف رئيس مكتب الوزراء محمد الشاع السوداني عن الاتفاق على عقد جلسة مجلس المحافظة لبدء إجراء تشكيل حكومتها المحلية. وذكر المكتب في بيان أن اجتماع كتل كركوك مع رئيس الوزراء شهد استعراض الجهود والمشاورات المبذولة لإقرار ورقة الاتفاق السياسي بين مكونات المحافظة والآليات الكفيلة لتشكيل الحكومة المحلية للحفاظ على التعايش السلمي دون إقصاء أو تهميش. إلى ذلك، أكد تحالف العزم أن ورقة الاتفاق السياسي ألزمت الكتل في كركوك بعقد جلسة لتشكيل الحكومة المحلية. القيادي في التحالف عزام الحمداني وفي حديثه للرابعة أشار إلى أن الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء سيسهل في حل الأزمة وحسم حكومة كركوك المحلية. هو اللي كتب مجلس المحافظة العقد جلسة حتى يعطي الصيغة القانونية لمجلس المحافظة، وبالتالي أن نتائج انتخابات في كركوك تمخضت بوجود مجلس محافظة. بالتالي هناك خطوة أخرى على الفائزين داخل مجلس محافظة كركوك أن يعملوا على تسمية الحكومة في هذه المحافظة وتشكيل حكومة وطنية، وأيضا درس اسم ملامح الحكومة في هذه المحافظة. نعتقد الاتفاق كان بهذا الشيء. السيد محمد الشاع السوداني كان يأمل وكان ينتظر أن تتقدم تلك الأطراف بورقة واحدة وموقعة بجميع أعضاء المعادلة السياسية العرب والكرد والعثمان لرسم ملامح الحكومة في كركوك وتسمية المحافظ وتسمية نائبيه وتسمية رئيس المجلس وباقي المناصبات. للأسف شديد حتى اللحظة لم يتم التوصل على رسم ملامح الحكومة. بالتالي سيد محمد الشاع السوداني ذهب بخيار أن يعقدوا جلسة على الأقل كخطوة أولى. مع اشتداد الصراع المكوناتي في كركوك يطول أمد الفراغ الإداري في المحافظة، فرغ يقول أساسة أنه يخدم جهة بعينها، فيما تشخص الأبصار صوب بغداد علها تمن بالحل الحاسم. بسبب الصراعات المستمرة بين الأطراف السياسية ومحاولات فرض الإرادة حول المناصب الحساسة، لا تزال محافظة كركوك تشهد تأخيرا في تشكيل مجلسها المحلي. عدم التوافق على اختيار شخصية المحافظ ورئيس المجلس يراها مواطنون خطأ الناخب باختيار ممثله. المجتمع انتخب هذول الأشخاص في سبيل أنه يديرون حياتهم إداريا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا. فإذا أنتوا واقفين وما راضين تمشون السفينة وتديرون الدفة مالتها، فإحنا اليوم نبقى ننتظر لما تكون المصالح الثانوية أهم من المصالح الوطنية أو الهوية الثانوية أعلى من الهوية الوطنية، راح يصير هذا الانسداد السياسي. أتمنى من كل قلبي أن يكونون ثقة مثل ما يقولون اللي انتخبوهم يكونون عد ظنهم، يعني عد ظن الناس اللي انتخبتهم، يعني لأنه من انتخبوهم كانوا يظنون بهم الخير يعني، أما النتائج تكون سلبية فهذا أمر مخزي. تباين وجهات النظر حول توزيع المناصب الإدارية تشكل مفترق طرق أمام الوصول إلى توافق يرضي الجميع، سيما وأن استمرار الصراعات بين الكتل الفائزة قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على المستوى الإداري والخدمي في المحافظة
يقول السياسيون. مسألة تأخر انعقاد الجلسة الأولى لمجلس محافظة كركوك دليل واضح على التخندق الحزبي السياسي بعيدا كل البعد عن الهدف الذي أنشأ من أجله مجلس المحافظة الذي هو يقدم الخدمة ويرسم ميزانية يرسم سياسة وخطة تنمية المحافظة. أتصور لن يكون هنالك حل إلا بتوافق هذه الكتل وتقسيم السلطة بصورة عادلة بين الجميع حتى تكون الحلول مرضية للجميع. ومع تعنت القوى الفائزة بالمناصب الإدارية وعدم التنازل عنها يبقى المشهد السياسي بحسب مراقبين عقيم النتائج، والأنظار تتجه صوب السوداني لإنهاء أزمة تشكيل مجلس محافظة كركوك. مهند التميمي، قناة الرابعة، كركوك. دور لا يرتقي إلى مستوى الطموح وتقصير في العمل. اتهامات عدة توجه سهامها إلى مجلس محافظة صلاح الدين، تبرير الحكومة المحلية وما تعانيه المدينة من سوء خدمات. وثقه لنا مراسلنا هناك محمد الربيعي في هذا التقرير. 5 أشهر مرت على تشكيل مجلس صلاح الدين الذي ولد معه آمال البناء والإعمار لمحافظة لا تزال تفتقر لبناها التحتية، إلا أن دوره لا يزال غائبا ولم يرتقي لما ينتظره المواطنون. فحتى الآن لم يتم مناقشة أو التصويت على مشاريع جديدة لأي منطقة بالمحافظة، الأمر الذي عبر عن وجود تقصير في أخذ المجلس دوره المطلوب الذي اختصر حتى الآن على تغييرات في المناصب الحكومية لبعض الدوائر. 5 أشهر مرت على ولادة مجلس المحافظة الذي استبشرنا خيرا بعودة هذه الحلقة لضرورتها في ترجمة القرارات إلى واقع حال يخدم المواطن، ولكن لحد اللحظة لم نلمس أي إضافة جديدة أو استعداد جديد سواء لقوانين أو خدمات لمستها أرض الواقع. جميع الأمور المعمول بها هي تكملة لمشاريع سابقة. يعني إلى الآن ماكو تخصيص مشاريع، ما عندنا تخصيص مشاريع، هذه كلها مشاريع قديمة، وهذا بالتالي ممكن أن يؤثر على حركة الإعمار. يعني ممكن أنه إحنا حنروح نكون في فترة، ما كنا في فترة ذهبية، راح نكون في فترة جفاء من حيث المشاريع، راح نتوقف. وعلى الرغم من أن عجلة الإعمار بدت تكون أكبر من ذي قبل في صلاح الدين، إلا أنها مشاريع معطلة ومتلكئة منذ سنوات طوال. محافظة صلاح الدين عزت تأخر انطلاق حزمة المشاريع الجديدة إلى أسباب تتعلق بالتمويل المالي للمشاريع وتأخر إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2024. إن تاريخ الموازنة الاتحادية لعام 2020 قد تكون عائق أساسي بتقديم الخدمات لأبناء صلاح الدين. هناك لدينا كثير من المشاريع المعطلة والمتلكئة في صلاح الدين فيما يخص قضاء بلد الدجيل والشرقاط وبيجي وسامراء وبقية الأقضية والنواحي الأخرى. لذلك احنا دولة دعوتنا إلى كل أعضاء مجلس النواب العراقي ولا دولة مجلس الوزراء أن يكون هناك حث ومناقشة الموازنة الاتحادية من أجل تقديم خدمات لكل أبناء شعب صلاح الدين. وينتظر المواطنون أن تحدث مجالس المحافظات طفرة في الخدمات الأساسية، إلا إن خطواتها حتى الآن بطيئة وغير مؤثرة على مستوى البناء والإعمار. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. أعلن رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني افتتاح وتشغيل 48 محطة نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق والعالي. بيان لمكتب رئيس الوزراء أكد أن السوداني افتتح أيضا 152 محطة توزيع للكهرباء في عموم المحافظات، وأوضح أن هذه المشاريع هي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع حل اختناقات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في بغداد وعدد من المحافظات. أمنية وسياسية واقتصادية، مذكرات تفاهم مختلفة تناقشها بغداد بعد زيارة الرئيس التركي. أولويات الحكومة في هذه التفاهمات ورغبة الجارة بتعزيز التبادل التجاري، نتابعها مع مصطفى علوش. باجتماع إنه الثاني ينطلق العراق لمتابعة الاتفاقات والمذكرات المبرمة مع تركيا أثناء زيارة رجب طيب أردوغان. 24 مذكرة اختلفت مدياتها بين الأمنية والسياسية والاقتصادية
تنتظر المضي بالتنفيذ من قبل الوزارة المعنية، إلا أن ملفي المياه وتواجد حزب العمال الكردستاني يمثلان رأس الرمح في هذه المفاوضات. الجانب التركي يرغب بحسم ملف البككة المتواجدين على الأراضي العراقية في أقليم كردستان، الذين حقيقة يعطون القلق والإرباك والارتباك للدولة التركية وخصوصا للجيش والمواطنين. الأمر الآخر، العراق يرغب بحسم ملف المياه وملف تبادل الاستخبارات بين الدولتين، لأن هناك كانت كثير من الخروقات الأمنية وإدخال أو دخول من التنظيمات الإرهابية والداعشية في الأعوام 14 وقبل 2014. أوراق عديدة تتيح للعراق موازنة المعادلة التفاوضية مع الجانب التركي، خصوصا مع حجم التبادل الاقتصادي المقدر ب 13 مليار دولار سنويا، وتنامي رغبة أنقرة لاستثمار طريق التنمية. حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 16 مليار، وهذه ورقة بيد العراق بإمكانه أن يقوم بتفعيلها، كما أن الورقة الأبرز هو طريق التنمية وطموح تركيا بإنجاز هذا الطريق والانخراط به. كل هذه توفر أوراق للمفاوض العراقي كي يستطيع أن يحقق مكاسب للدولة العراقية. ومن بين أهم مخرجات هذا الاجتماع هو ما ذهبت إليه الحكومة من توجيه لتشكيل لجنة عليا لمتابعة اتفاق المياه مع تركيا. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أصدرت محكمة القضاء الإداري أمرا ولائيا بإيقاف قرار وزارة الصحة بمنع أطباء الأسنان باستخدام حقن الفيلر والبوتوكس أو مواد أخرى مستخدمة في التجميل. وبحسب وثيقة حصلت عليها الرابعة، فإن مجلس القضاء أشار إلى أن شروط إصدار الأمر الولائي متوفرة في الطلب المقدم من نقابة الأطباء لحين حسم الدعوى بشأن هذا الأمر. عبرت الحكومة عن ترحيبها باستضافة بغداد أعمال الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب. وفي بيان أكدت الحكومة أنها تسعى لتكريس كامل الدعم والإسناد للعمل العربي المشترك، وكل من شأنه أن يعضد روابط التعاون والتكامل في مختلف المجالات. وإلى الملف الإيراني، حيث انطلقت صباح اليوم عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية. وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن التسجيل سيستمر حتى الثالث من الشهر المقبل، مضيفا أن بعد غلق باب الترشيح سيتم تحديد أهلية المرشحين في مجلس صيانة الدستور لمدة 7 أيام، والمنافسة الانتخابية ل15 يوما. أعلنت هيئة الأركان الإيرانية عدم عثورها على دليل للتدخل الإلكتروني أو التخريب في حادثة تحطم المروحية التي أودت بحياة رئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه. وذكرت هيئة الأركان أن الفرق المختصة فحصت معظم المستندات والسجلات المتعلقة بإصلاح وصيانة المروحية المنكوبة، ولم يعثر على أي عيوب يمكن أن تؤدي إلى حادث من حيث الإصلاح والصيانة. وأضافت أن الطقس في طريق العودة كان يحتاج إلى مزيد من التحقيق بعد الاستماع للطيارين وركاب للمروحتين الآخرين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده خلال المعارك في قطاع غزة. ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد قتل 2 من فوج نحوش في عملية دهس بالضفة الغربية. وأضاف أن مقاتل 3 في الكتيبة 101 قتل أيضا خلال معركة شمال قطاع غزة. اتفقت أحزاب المعارضة في إسرائيل على خطة عمل لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو. وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد أنه اتفق مع زعيم حزب إسرائيل بتينا أفيغادور وأعضاء في حزب الوحدة الوطنية على خطة عمل لاستبدال الحكومة.
يشار إلى أن انتقادات زعيم المعارضة الإسرائيلية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم تتوقف منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضي. أسقطت قوات الدفاع الجوي اليمنية طائرة أمريكية أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء مأرب. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أشار إلى أن أسقاط الطائرة الأمريكية جرى بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع. نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى فجر يومنا هذا الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء تنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب، وقد تمت عملية الاستهداف بصاروخ أرض جو محلي الصنع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله يفعلهم الناس الإسلام. لبيك أكثر. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن عملية إسقاط الطائرة جاءت بعد أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء، وهي الطائرة السادسة التي تم إسقاطها من هذا النوع خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني. قبل ختام نشرة، تذكير بأبرز العناوين. استهداف جديد يطال شركة أمريكية ومعهدا بريطانيا في بغداد، والأعلام الأمنية توعد بملاحقة الفاعلين. مسرور برزاني يصل بغداد لاستكمال المباحثات، ومالية البرلمان ترهن صرف رواتب الإقليم بالتوطين. إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، والتحقيقات تنفي تخريب مروحية رئيسي قبل تحطمها. نشرة منتصف النهار انتهت. شكرا لطيب المتابعة. اترككم في رعاية الله.